احنا اليوم في مخيم طول كرم لنعمل فعاليات فرح ومرح لاطفال المخيم. الفعاليه كانت بالمشاركه مع مؤسسات مخيم طول كرم، مركز تأهيل المعاقين، وكاله الغوث، لجنه الشعبيه لخدمات المخيم، والمركز النسوي والمركز الاجتماعي. حبينا نعمل الفعاليات بسيطه جدا لنترك بصمه حلوه للاطفال يبتسموا في يوم الطفل العالمي، وكانت بتخللها وجود مهرجين، رسم على الوجه، رسم على الرول، فقره انشطه فرح ومرح. نشاط وفعاليه نظمت مع اللجنه الشعبيه ومؤسسات مخيم طول كرم، وايضا مع وكاله الغوث العاملين، تزامنت مع يوم الطفل الفلسطيني. حقيقة هاي رسالة من مخيم طول كرم تحملها أطفالنا، رسالة حب وسلام ومحبة. هؤلاء الأطفال توقيوا لإقامة دولة فلسطينية، أن ينعمون بحرية وسلام إسوة بكل شعوب وأطفال العالم. حقهم أن يزول الاحتلال عنهم، أن يعودوا على أراضيهم، أن يتمتعوا بطبيعة فلسطين التاريخية. وأيضا تزامن أيضا مع فعاليات أسرانا البواسل، رسالة مخيمنا ورسالة شعبنا الفلسطيني إن شاء الله أن يكون النصر لأسرانا في هذا اليوم الفلسطيني المميز لقضية وطنية عادلة لأطفال فلسطينيين أيضا يعيشون في مخيم في نكبة ناتجة عن احتلال صهيوني إسرائيلي، فيجب أن يزول الاحتلال وأن ينعموا في دولة فلسطينية إن شاء الله مستقلة وعاصمة القدس الشريف. جينا نشارك في فعالية يوم الطفل العالم. أنت هون مبسوطة بالأشياء؟ مبسوطة.